$2000 بس، ارجع يا عم تتزحلق. يلا بينا ارجع عليه، يلا بينا. يلا بينا. ده برضو من الطرق الصعبة، هتلاقيه كاتب لي 3 دقايق. ايه ده 3 دقايق؟ انا ممكن امشي على طول اصلا صح؟ مش لازم اجيب كل الصناديق، انا كده كده بعدي الطريق ده. ايه ده؟ بص حاطين صندوق فين؟ انا اجيب الاختصارات بس كده. انا كده كده بعدي نقول اللفه مثلا في كام؟ في 43 ثانيه، يعني التلات لفات مش هكمل التلات دقايق. ده غير اصلا انا هاخد بقى صناديق وكده، هتنقص الوقت خلاص، يبقى في دقيقتين مثلا وخلاص على كده. ايوه هو بقى 30 ثانيه. طبعا مش كل اللفات هتبقى 30 ثانيه، لان يعني في السنه دي خلاص مش عارف اوصلها تاني، ولكن برضه هتبقى طول 40 ثانيه يا سيدي. بس لازم اجيب باختصار، مش هتنفع دي. كده 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 اهو. بالعافية. ماشي حلو اوي، حلو. انا قعدت الم السنة دي اصلا، مش هوصل في الوقت ده. اللفة الأولى كانت 30 ثانية، اللفة التانية 35 ثانية، ما كملتش الدقيقتين ولا دقيقة ونص حتى. بس دي لما دققت فيها 3 ثواني متسافش. يلا حلو أوي. ماشي، هي برضه هنا صندوق ولا حاجة ولا صندوقين اهو. حلو اوي. بلاتينيوم كمان، يعني هو بلاتينيوم كان 2:05، انا دقيقة 42 ثانية. لو كنت اخدت كل السنة دي كنت ممكن اوصل في وقت بعد كده كمان. ماشي يلا على تاني طريق. طبعا ايه الطريق اللي بيبقى خلاص خلاص بيعمل لي عليه لون احمر في الخريطه، لان اللون الاصفر ده يبقى فاضل له التحدي لسه. يلا بينا يا لهوي تاين ارينا ده. يلا مش مشكله بقى. ايه ده مخبيني السنه دي؟ طبعا مدي لي 3 دقايق. في العادي الطريق ده بياخد قد ايه؟ بياخد حوالي دقيقة وعشر ثواني مثلا، يعني 3 دقايق. 3 دقايق وكام بقى؟ تلات دقايق ونص. حلو برضه، حلو اوصل في بلاتينيوم مستريح ان شاء الله. بس ما اهتمش بقى بالصناديق واهتم بالسرعة. لا ولا اهتميت بالصناديق ولا بالسرعة. ماشي حلو ده. لا بس بيحطوا الصناديق في حتت حلوة. حلو كده 49 ثانية برضو. بيتهيألي المغزى من التحدي ده اللي انا معطلش نفسي ومش لازم اخد كل الصناديق، يعني اخد الصناديق اللي تساعدني مش تعطلني وخلاص يعني، على ما اعتقد. يعني دي احسن طريقة العب بيها في الطريق ده او في التحدي ده عامة. يلا يلا يلا
حلو جدا حلو جدا. كده اخدت يعني كده نص الصناديق ووفرت كتير الصراحة. ده كان 3 ثواني ده اللي في النص. اللفة الجاية بقى نجيبه ان شاء الله. على الشمال ده ثانيتين وده ثانيتين كان في هنا. ايوه ثانيتين حلو قوي. وفي واحد برضه كان مستخبي هنا مش عارف. ماشي مش مشكلة. حلو ده 3 ثواني. ولسه قدامي دقيقتين يعني حلو قوي الوقت. يعني اجيب بلاتينيوم مستريح ولا ايه؟ ولا ايه؟ ماشي مش مشكلة. تعالى ابو 3 ثواني انت. ثانيتين كنت فاكره 3 وده ثانية. وبلاتينيوم برضو. يا سلام يا سلام. وفرق كام ثانية؟ 25 ثانية زيادة. وجبت 52 صندوق من 60. ده حلوة جدا يعني ما ضيعتش كتير برضو. نطور. ايوه ده واللي خش دراجون ماينز اللي هو بتاع اللي فيه القطر. يلا بينا. مديني دقيقة ونص. انا مش فاكر الصراحة الطريق ده كنت بعديه في قد ايه في اللفة، ولكن برضه همشي بنفس المبدأ. مش لازم اخد كل الصناديق، يكفي الصناديق اللي في وشي مع ايه مع عدم تعطيل نفسي. خدوا التلاتاهات بقى اللفة الجاية. عيني طلعت قلوب كده وما شفتهم. تعالى يا ابو سالي انت. ايه التخبيط ده؟ يا اختي ماشي. اللي فوق التلاتات دول عايز ايه اركز عليهم. حلو اهو. تعالى ابو 2 انت كمان. حلو حلو كده 38. مش عارف حاسس ان الطريق ده هيخيش معايا ولا ايه. ثمانية وثلاثين لسه ثابت طبعا. يا لهوي مخدتش بالي من العمود ده. هو بدأ يعد. حطيت من فوق الصندوق. الله 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 الله. مستخبين هنا. حلو قوي حلو قوي حلو جدا كمان. حلو قوي حلو قوي. وقت كبير وكمان ما ضيعتش وقت كتير. جولد. اوه بص انا مش عارف الجولد اعلى ولا بلاتينيوم، بس هو ما علينا يعني.
طبعا ايه كلهم على الخريطة لونهم احمر ما عدا هو لونه اصفر. يلا بينا. دقيقة ونص. متهيألي اصلا الطريق ده ممكن ادخل فيه في 30 ثانية. يعني حلو قوي كده لو اخدت حبة صناديق معايا برضه هتبقى ايه زي الفل. يبقى برضه مش لازم اركز على الصناديق. انا صح مش لازم اخد كل الصناديق. اخدتش سرعة كفاية. حلو حلو الاختصار جت. ثلاثة. حلو 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 قوي حلو قوي الطريق ده. انا كده 9 ثواني 10 ثواني بس. تعالى البعيد ده 3 ثواني. حلو حلو. يا سلام صار قال لي بص انا مش هاجي بس هاجي. يلا ده 3 2. ماشي تستاهل. ماشي جبت لك اللفة الكبيرة دي. ثانية ثانية كده ايه لسه قدامي يعني بتاع حبة حلوين. يا سلام يا سلام. تعالى تعالى 3 ثواني. بلاتينيوم. كده يبقى ايه المنطقة التالتة كمان خلصت. يبقى كده فاضل المنطقة الرابعة بس صح؟ The memory card is full. Please insert a memory card that has at least 2 blocks free or use the console's internal memory card. مش عارف ايه. ماشي يا عم خلاص. دلوقتي التليفون اللعبة فصلت ورجعت عملتها من اول وجديد ورجعت لنفس المكان تاني. تمام. كده ايه هنخش بقى الماب الرابعة. كده خلصنا الماب التالتة.